السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر اليوم الخميس 9/1/2020. استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة DMC تقريرا مفصلا اليوم الخميس 9/1/2020 عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية على النحو الآتي: استقرت أسعار العملات اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.97 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع. سجل اليورو 17.86 جنيه للشراء، 18.01 جنيه للبيع. كما سجل الجنيه الاسترليني 21.07 جنيه للشراء مقابل 21.24 جنيه للبيع. سجل الفرنك السويسري 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.58 جنيه للبيع. وسجل بلغ الميت ين الياباني 14.68 جنيه للشراء، 14.80 جنيه للبيع. وسعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع. وسعر الدينار الكويتي 52.63 جنيه للشراء، 53.15 جنيه للبيع. وبلغ الدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء، 4.38 جنيه للبيع. كما سجل اليوان الصيني 2.29 جنيه للشراء، 2.31 جنيه للبيع. هذه كانت أخبار أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر اليوم الخميس 9/1/2020، عرضناها لكم. تابعنا دائما من موقع قناة معلومة مفيدة لتستفيد من الأخبار العاجلة والهامة. اشترك في القناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.